طبعا طبعا انا دينا انا ميرسي. شلونك رفيق؟ اهلين عبدو اهلين. شو اليوم ما بدك تروح على القهوة؟ لا ما بدي روح، روح انت لحالك تيسر. الله معك. ليه؟ شو في لك حدو؟ اخي ما في شيء ما في شيء، هيك بس ما بدي روح معك، اهلي نبهوني ما امشي معك. وليش اهلك نبهوك ما تمشي معي؟ شو في؟ لك اخي لانه انت وابوك لسانكم اخذ على المسبات، هيك عم بيقولوا لي اهلي ما بدهم يعني يتعلم على المسبات. ولك يا بهيمه يا حمار يا تور يا تيس، انا بسب شيء؟ لا وانا مستغرب مثلك. حدو يا حدو. نعم يابي. وين القطة؟ والله ما بعرف يابي، اجى عبدو ناداني، طلعت حكيت انا وياه شوي على الباب، فتت ما لقيته. لك اخس يا كلب، ما قلت لك دير بالك عليها؟ ما قلت لك طعميها؟ روح دور عليها لشوف، روح! اخذها معي على الكتاب يابي كمان. هلا شو بدك بالقطة؟ يا ريت عم تهتم فيني قد ما عم تهتم بالقطة. ليش انت قطة؟ ليش انا شو؟ انت باربي. قصدك يعني انا طويلة وجسمي حلو وشعري حلو وشي مثل القمر؟ لا قصدي باربي يعني بلاستيك وبلا عقل. اصبح هيك انت احلى باربي بحياتي.